السلام عليكم. اليوم نروح لولاية سكيكدا اللي نضرب جولة في منتجع روسيكا الذي تم افتتاحه هذه السنة بمناسبة حلول فصل الصيف. إذن هذه القرية السياحية الرائعة بطراز عالمي ويتعد أكبر قرية سياحية في الجزائر وواحدة من أكبر القرى في يعني السياحية على المتوسط، وجميلة جدا، فيها عدة فضاءات للتسلية وللألعاب، وكذلك فيها فندق 4 نجوم وعدة بنغالوهات، يعني شيء رهيب. أترككم تتابعون بدون أطول عليكم هذه الجولة الرائعة في هذه القرية السياحية العالمية، والسلام عليكم.